قال بدكم شغيلة. أنا لا حطيت إعلان ولا شيء، المحل صغير كتير ونحنا وعائلتنا. خلي فيني أحكي معك لحظة؟ عفوا لحظة إذا بتريدوا. تعال هون. أنت شو عامل؟ حياتي شو قصدك؟ شو قصة هدول الجماعة؟ هدول الجماعة؟ يمكن شافوا الدكان جديد قالوا بدهم شغيلة. ممكن تصير. نفس الطول ونفس العرض، شايف أنت هالصدفة؟ أنت جبتهم ما هيك؟ أي أنا جبتهم. هدول من الأمن الخاص. ما بدي اعتراضات ميرنا. رح يضلوا معك دائما حتى أبقى مرتاح. هدول بيهربوا لنا الزباين خليل، والله بيخوفوا العالم. حاشتك ميرنا ولو ما نك شايفة مقلطفون؟ ليكي، واحد بيبقى بالمطبخ والتاني رح يعمل حاله جرسون، وهيك رح تبقي بأمان. بس هيك بحس حالي بالسجن. اسمعي، بس لوقت ما يمسكوا مصطفى للأسف لازم تتحملي. يلا حبيبتي فرديها. طيب واحد بس. ليك أنا ما بحب حدا يفوت على مطبخي. اتفقنا، ماشي. شكرا. بحبك يا عمري. تشرب شاي؟ يسلم، ما بدي. اليوم إذا ما إجا زباين يمكن روح على بكير مشان ما أتأخر على بنتي. قديش عمرها؟ 5 سنين ونص، بتفكرها بالسبعة. اسمها شيماء. شيماء اسم حلو. عند مين هي؟